مختلف التخصصات الفلاحية، بإمكانها اليوم رفع التحدي عاليا لزيادة إنتاجنا الفلاحي والحد من فاتورة الاستيراد. الخبير الاقتصادي مختار علالي: إقحام الجامعة بالواقع الفلاحي هو ضرورة أساسية، نتكلم على جزء كبير من التنمية الاقتصادية التي يجب أن تكون بالواقع، وكذلك نعرف من خلال هذه البحوث العراقيل والإمكانيات التي يمكن أن تصعد من مستوى الإنتاج الفلاحي. الجزائر اليوم تسعى إلى ضمان أمنها الغذائي وتغطية احتياجاتها الوطنية، خصوصا ما تعلق بالحبوب والبقوليات، من خلال إشراك كافة الفاعلين في المجال الفلاحي. في أخبارنا الدولية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال بلدة سبسطية وقرية برقة وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بحالة اختناق. وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أسيرا محررا من بعد الإفراج عنه أمس، حيث أنهى مدة محكوميته في سجون الاحتلال البالغة 21 عاما. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير إن التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 ممكن في الأيام المقبلة. بدأت الولايات المتحدة مرونة في تقديم ضمانات بشأن مطالب إيران. وقال الوزير إن إيران ستقدم ملخصها النهائي بشأن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في فيينا إلى منسق الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليلة الاثنين. وكشف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين أن الجانب الأمريكي أبدى مرونة في قضيتين إلى حد ما خلال المحادثات الأخيرة في فيينا، لكن هذه المرونة يجب أن تترجم إلى نص مكتوب. في الرياضة، وضمن منافسات ألعاب التضامن الإسلامية المقامة بقونية تركيا، ارتفع رصيد الجزائر من الميداليات إلى 22 ميدالية بعد تتويج السباح الجزائري جواد صيود بسبع ميداليات ذهبية للجزائر والميدالية الثانية في رصيده الشخصي عقب فوزه بالسباق النهائي كان في وقت سابق أحرز مصارع والجيب ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وارتفع رصيد الجزائر من الميداليات في هذه المشاركة إلى سبع ذهبيات وسبع فضيات وثمان برونزيات. ختام هذه النشرة التي أخرجتها لكم أسماء بطرف قراءة ثانية في عناوينها: الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد أن تنظيم الجزائر للمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوان 2022 هو تتويج للاتفاق المشترك مع فيدرالية روسيا، ويدعو إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح وتبادل التجارب بين الوفود المشتركة. درجات إخماد الحرائق متواصلة بمشاركة